السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جايد. الفيديو دوت هيكون حصر للمشاريع اللي هي موجودة في الحي المالي. طبعا الفيديو هيكون مقسوم على جزئين، جزء خاص للمشاريع اللي هي قصاد الوزارات مباشرة، اللي هي التصنيف بتاعها بيكون تجاري وإداري، والفيديو التاني إن شاء الله هيكون حصر لكل المشاريع الإدارية الموجودة في الحي المالي. طبعا ده الفيديو التحديث بتاع سنة 2023. أنا بتكلم في الفيديو دوت عن تحديث سعر المتر اللي واصل ليه كل مشروع، وبنقارنه بالأسعار بتاعت السنة اللي فاتت، بنشوف إيه المساحات المتوفرة، إيه أنظمة السداد، الخصومات اللي عاملاها المطورين، مواعيد الاستلام، نسبة الإنشاءات اللي واصل ليها كل مطور، بحيث حضراتكم يكون عندكم الأبديت بشكل عام عن المباني الإدارية الموجودة دلوقتي في الحي المالي. خليني ابدا مع حضراتكم دلوقتي من المباني اللي هي الميكس يوز ديت، اللي هي تخصيصها بيكون تجاري واداري قصاد الوزارات. اوكي، طبعا احنا عندنا هنا مشروع 11، هو يعتبر على الشارع الرئيسي دوت اللي هو بيفصل ما بين الداون تاون وما بين الحي المالي والوزارات، وبعد كده مشروع اوداز واخد قطعتين ارض، وبعد كده مشروع فاينانشال هاب، وبعد كده هنا مشروع برو مارك، وبعد كده هنا مشروع الشانزليزيه، وهنا في المشروع بتاع 60 بتاع شركة البروج مصر، وبعد كده هنا مشروع ماركي مول لشركة وارن، ومشروع ذا اوفيس لشركة اي سي جروب، والمشروع بتاع جراند سكوير لشركة بيراميد، وسيتاديل ده المشروع بتاع شركة سلوك. فده حصر للمشاريع اللي انا هتكلم عنها مع حضراتكم. اول مشروع هتكلم عنه اللي هو فاينانشال هاب، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الموقع بتاعه واخد النصيتين دول قصاد هنا في المصلحة بتاعة الضرايب، وده كده شكل التصميم العام للمشروع. المطور العقاري المشروع شركة الصفوة. بالنسبة طبعا لأسعار السنة اللي فاتت، كان سعر المتر متوسط 77,000 جنيه. حاليا في 2023 أقل مكتب موجود مساحته 45 متر سعره عامل 4,462,000. سعر الكاش 3,642,000. التقسيط مقدم 20% والبيع على 4 سنين، وفي مقدم 35% والبيع على 5 سنين. استلام المشروع خلال سنة، تشطيب كامل بيكون شامل تكييف مركزي، والإنشاءات برضو هوريها لحضراتكم وحاليا في المرحلة بتاعة تقفيل الواجهات. هتكلم دلوقتي عن مشروع أوداز، وده المطور العقاري شركة جيتس، وموادين قطعتين الأرض دولة معمول ليهم ضم قطعتين دولة. تمام، ده شكل التصميم العام للمشروع. بالنسبة المتاح دلوقتي عندنا أقل محل بالنسبة للتجاري في الدور الأول مساحته 42 متر، السعر بتاعه عامل 4,632,000. التقسيط مقدم 30% والبيع على 4 سنين. بالنسبة الإداري، كان أقل مكتب يعني بأسعار السنة اللي فاتت اللي هو المساحة بتاعته 53 متر، كان سعره السنة اللي فاتت عامل 2,684,000. النهاردة في 2023 السعر بتاعه وصل ل3,729,000 جنيه، وده متاح في الدور التاني. نظام السداد في الإداري مقدم 15% والبيع على 4 سنين، الاستلام خلال 2023. وده فيديو تصوير المشروع من الموقع. طبعا الفيديو دوت قديم، هما حاليا مخلصين الواجهات بشكل كامل، وكمان مشطبين عدد من المكاتب تشطيب كامل بالمكيفات. طيب هتكلم دلوقتي عن مشروع 11 اللي هو واخد القطعة ديت. ده كده شكل التصميم العام للمشروع، التصور بتاع المشروع، ودي الانشاءات اللي واصل ليها المشروع حاليا، هما في المرحلة بتاعت تقفيل الواجهات برضو. المطور العقاري شركة نيو بلان، هو حاليا المتاح في التجاري هيبقى مساحة دوبلكس مساحتها 456 متر وسعرها عامل 70 مليون، وفي صيدلية موجودة في الدور الأرضي واخدة ناصية ارتفاعها حوالي 5.5 متر ومساحتها 146 متر وسعرها عامل 33 مليون. بالنسبة للمكاتب الإدارية، طبعا بتسلم تشطيب كامل بالمكيفات. أقل مكتب 46 متر سعره هيبقى عامل 3,900,000. الاستلام بيكون خلال يعني سنة ونص مثلا، اللي هو التسليم النهائي. الصيانة بتكون 10%، طبعا الصيانة في كل المشاريع بتكون 10%. دي كده أنظمة السداد. عندنا خصم الكاش 15%، التقسيط على سنة
بمقدم 10% مع خصم 10%، في تقسيط على سنتين بمقدم 10% وخصم 7%، في تقسيط على 3 سنين بمقدم 10% وخصم 4%، و4 سنين بمقدم 10%، وفي 5 سنين بمقدم 10%، وبيكون بعد 3 شهور دفعة 5% بدون أي خصومات. الاستلام في خلال سنتين، من سنة ونص لسنتين. في بعد كده مشروع برو مارك اللي هو موجود هنا، تمام. المطور العقاري بتاعه شركة مطوع جروب. المشروع ده المساحات فيه بتبدأ من 60 متر. سعر المتر في 2022 كان متوسط 45,000، سعر المتر حاليا في 2023 بيبدأ من 89,000 جنيه. أنا طبعا بتكلم بالنسبة للإيجار. التقسيط مقدم 30% والبيع على 3 سنين، خصم الكاش 13%، استلام المشروع خلال سنتين ونص، بيبقى طبعا على حسب نظام السداد ونسبة التحصيل بتاعت حضرتك. هو موجود تجاري في المشروع، لكن الشركة قافلة البيع فيه باعتبار إن الشركة هي اللي هتأجر التجاري بتاعها. دي الإنشاءات اللي واصل ليها المشروع حاليا. هتكلم دلوقتي عن ماركي مول لشركة وارن. هو موقعه هنا بالظبط قصاد وزارة التربية والتعليم. المشروع دوت بالنسبة للإداري في 2022 سعر المتر بتاعه كان متوسط 64,000، وفي التجاري كان متوسط سعر المتر 138,000، تمام. بالنسبة في 2023 سعر المتر الإداري بيبدأ من 86,515 جنيه، وسعر المتر في التجاري الأرضي بيبدأ من 239,580 جنيه، وسعر المتر التجاري في الدور الأول بيبدأ من 153,000 جنيه، وسعر المتر الطبي بيبتدي من 91,839 جنيه. المساحات بتبدأ من 25 متر. التقسيط مقدم 15% والبيع على 3 سنين، وفي 20% والباقي على 4 سنين، ومفيش خصم للكاش. ودي كده صور للإنشاءات الموجودة في الموقع هناك. بعد كده مشروع ذا اوفيس لشركة ايسي جروب. الموقع بتاع المشروع دوت موجود هنا، ده الموقع بتاع المشروع بتاع ذا اوفيس. بالنسبة للمشروع دوت هو حاليا البيع موقوف فيه لان هما بيعملوا اعادة تسعير، بس انا هوري لحضراتكم اخر الانشاءات اللي واصل ليها المشروع. يعني هما حاليا خلاص في المرحلة بتاعت تركيب الواجهات الزجاجية. سعر المتر كان السنة اللي فاتت في الإداري متوسط 80,000. بالنسبة ده الإداري اللي هو كان متأجر من خلال شركة ريجس. بالنسبة للإداري من غير أي تأجير هيبقى متوسط سعر المتر بتاعه 50,000 جنيه. دي أسعار السنة اللي فاتت. هنتكلم دلوقتي عن مشروع 60 لشركة بروج مصر. ده أول مشروع لبروج مصر في الحي المالي، هما ليهم مشروعين كمان. ده الشكل العام للمشروع. المشروع حاليا مبني بشكل كامل وخلصان. المشروع ده السنة اللي فاتت كان سعر المتر الإداري كان بيبتدي من 75,000. حاليا الأسعار بالنسبة للإداري دلوقتي في 2023 أقل مكتب 56 متر موجود في الدور السابع سعره عامل حوالي 5,600,000 جنيه قبل الخصم 10%. أقل محل متوفر في الدور الأول في منطقة الفود كورت مساحته 59 متر، السعر بتاعه عامل 10,620,000. التقسيط مقدم 30% والبيع على 3 سنين. بالنسبة طبعا البروج مصر هم عندهم 3 مشاريع في الحي المالي. ده أول مشروع اللي هو 60 بيزنس بارك. في المشروع التاني بتاعهم ده حاليا خلصان والواجهات بتاعته خلصت كمان، وهم بس مش فاتحين فيه البيع لأن هم هيأجروا كل المساحات اللي فيه للشركات. وفي تالت مشروع اللي هو 63، ده مبنى إداري بالكامل موجود في المنطقة بتاعت البنوك، وأنا هتكلم طبعا عن الشرح التفاصيل بتاعته التحديث الأبديت في الفيديو اللي هو هيبقى الجزء التاني. ودي بالنسبة للمساحات التجاري والإداري المتوفرة دلوقتي في 60 بيزنس بارك. بالنسبة للأرضي في مساحة 66 متر، سعر المتر عامل 260,000. الدور الأول أقل مساحة 59 متر، المتر واقف على 200,000. بالنسبة للإداري عندنا الأدوار الدور الثالث والرابع والخامس والسابع، أقل مساحة 68 متر، سعر المتر عامل 100,000 جنيه. وده كده المشروع من الخارج، هو حاليا خلصان. يعني هتكلم دلوقتي عن جراند سكوير، وده أول مول يتم تشغيله خلال الشهرين اللي فاتوا في شهر 2 2023. جراند سكوير
ده كان أول مشروع يطرح في الحي المالي في 2018 لشركة بيراميدز. أوري لحضراتكم برضو فيديوهات للمشروع. بدأ بيع من 2018، حاليا ده أول مول فعلا يتم تشغيله في العاصمة بشكل رسمي. هو متاح فيه في التجاري 4 مساحات متبقية في الدور الأول. التجاري بمبدئيا كله متأجر، يعني أنت بتاخد اليونت اللي حضرتك بتتعاقد عليها بتاخد عليها عائد من أول شهر. المساحات بتبدأ من 36 متر، سعر المتر متوسط من 175 ألف لحد 190 ألف. الوحدات كلها متأجرة المطاعم. متاح وحدة تجارية المساحة بتاعتها 45 متر، سعر المتر بتاعها متوسط 150 ألف، ودي إجمالي السعر بتاعها عامل 6,750,000 جنيه. نظام السداد مقدم 50%، وأول قسط بيكون بعد الاستلام على 3 سنين، بالإضافة طبعا إن بيكون في وديعة صيانة 10% برضه. الاستلام فوري، وحضرتك بتاخد عائد إيجاري من أول شهر بنسبة 10% في أول سنتين من قيمة الوحدة اللي حضرتك متعاقد عليها، وبعائد بيبدأ من 15% ل 22% من السنة الثالثة. بالنسبة للإداري سعر المتر بيبدأ من 110 ألف لحد 120 ألف جنيه. وده طبعا فيديو كده بيورينا شكل المشروع من جوه. وعندي هنا تاني مشروع لشركة بيراميدز قصاد وزارة المالية اللي هو الشانزليزيه. ده شكل التصميم العام للمشروع. هو المشروع مبني دلوقتي وخلصت الواجهات الخارجية بتاعته، تسليمه خلال الشهور اللي جاية. التجاري اللي فيه حاليا متأجر برضو. هو مبدئيا المشروع دوت يعني ما فيش فيه بيع، او البيع بيكون باي ريكوست. لو في عميل هو محدد ان هو عاوز يشتري مكتب او محل في المشروع ده بالتحديد، بس هو التجاري في الارض كله متباع ومتأجر حاليا. ولكن اسعار السنة اللي فاتت كان متوسط سعر المتر 80 ألف جنيه، طبعا المتر دلوقتي ممكن يعدي 100 ألف. نظام السداد بيكون مقدم 40 أو 50%، وطبعا بيكون أول قسط بعد الاستلام على 4 سنين. طبعا برضو بيكون ملحق تفويض بالإيجار، يعني ده بيبتدي معاك من 10% 13% من إجمالي تمن الوحدة اللي حضرتك بتتعاقد عليها، والمشروع خالص الإنشاءات وتسليمه خلال شهور زي ما قلت لحضرتك. وده فيديو كده بيدينا الشكل التصور العام للمشروع، بس هو الفيديو دوت قديم. حاليا الإنشاءات دلوقتي خلاص في المرحلة بتاعة التشطيبات الداخلية. طيب عندي آخر مشروع هتكلم عنه اللي هو سيتادل، وده جنب مشروع جراند سكوير على الشارع الرئيسي اللي هو قصاد الحدائق الرئاسية، هي القطعة ديت. تمام. المشروع دوت المطور العقاري بتاعه شركة الصروح. مبدئيا أسعار السنة اللي فاتت فيه بالنسبة للإداري كان سعر المتر بيبدأ من 35 ألف ل 41 ألف، دي أسعار السنة اللي فاتت. سعر المتر في التجاري كان بيبدأ من 87 ألف لحد 152 ألف. طبعا أنا هوري لحضراتكم برضو الإنشاءات، هما حاليا المبنى يعتبر شبه اكتمل بشكل كامل. دي كده الأبديت بتاعت الأسعار والمساحات المتوفرة في سيتادل لسنة 2023. عندنا بالنسبة للمكاتب في الدور الرابع، المساحات بتبدأ من 49 متر، سعر المتر بيبدأ من 77 ألف ل 85 ألف قبل الفصل بدون تشطيب. التجاري في الأرضي المساحات بتبدأ من 48 متر، وسعر المتر بيبدأ من 99 ألف ل 244 ألف. الدور الأول التجاري المساحات برضو بتبدأ من 43 متر، وسعر المتر بيبدأ من 91 ألف لحد 117 ألف و500 جنيه. الصيانة 10% بالنسبة للتجاري، بالنسبة للإداري الصيانة 8%. التقسيط بالنسبة للتجاري مقدم 10% والباقي على 6 سنين، والإداري مقدم 10% والباقي على 4 سنين. دي كده تحديث الأسعار والمساحات في مشروع سيتادل. بشكل عام أنا حبيت أعمل لحضراتكم كده حصر عن كل المباني اللي هي قصاد الوزارات، اللي هي واخدة تخصيص تجاري وإداري. الدور الأرضي والأول بيكون تجاري، ومن الدور الثاني لحد الدور السابع بيكون تخصيص إداري. طبعا حضراتكم لاحظتوا ان كل المشاريع ديت اصبحت دلوقتي خلاص خلصت الهيكل الخرساني للمشروع في مرحلة تقفيل الواجهات، يعني كلهم متقاربين مع بعض. لذلك دي تعتبر من اول المباني اللي هتشتغل في الحي المالي، واحنا عندنا بالفعل جراند سكوير هو اول مشروع اشتغل بشكل رسمي في العاصمة دلوقتي، وعندنا الشانزليزيه هيكون خلال الشهور اللي جاية ان شاء الله.
فده كده تصور انا حبيت اديه لحضراتكم بالنسبه لابديت الاسعار. طبعا الاسعار على مدار السنين اللي فاتت من 3 سنين كنت ممكن تلاقي الاداري في المشاريع ديت بيبتدي من 34,000 و35,000، حاليا الاسعار تعدت 100,000 جنيه للمتر. طبعا لو حضراتكم عندكم اي استفسارات بالنسبه للاستثمار بشكل عام في العاصمه، حضرتك مهتم ان انت عايز تستثمر في القطاع التجاري او الاداري، عايز حاجه يكون ايجارها وتشغيلها بسرعه، حضرتك تقدر تتواصل معايا من خلال رقمي الظاهر على الشاشه متاح عليه الواتساب، او في لينك موجود في اول الوصف، حضرتك اول ما بتضغط عليها هوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. انا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمه، مهمتي طبعا ان انا بطرح لحضرتك كل العروض وكل الاوبشنات، وبعرفك المميزات بتاعه كل مشروع، طبيعه العائد على الاستثمار بتاعه سواء على المدى القريب او على المدى البعيد، ونقدر نوظف الميزانيه بتاعه حضرتك في ايه بالظبط، اذا كان القطاع التجاري ولا القطاع الاداري اللي هيكون الافضل لحضرتك. المهم طبعا ان احنا نتعامل مع شركه يكون موثوق التعامل معاها، دي اهم نقطه، ان حضرتك تكون داخل في استثمار امن بنسبه 100% من حيث خدمة ما بعد الاستلام مثلا أو كده. ودي وظيفتي مع حضرتك، أنا بتعامل مع حضرتك بحيادية تامة وبشفافية تامة بحيث تكون كل الأمور واضحة بالنسبة لك، وبناء على كده نبتدي فعلا نختار الاختيار الأنسب ليك ويكون في حدود الميزانية بتاعتك. الخدمة دي بتكون مجانية من غير أي رسوم، مفيش عليها أي رسوم خالص، بالعكس احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نقدم لك أفضل سعر ممكن. تشرفوني طبعا في أي وقت. شكرا.